امي على طول بقى بذمتك بذمتك قالت لي جبناها موافقه. بس عليك يا معلم، وانا يعني عمري جبت لك خبر كده اي كلام؟ دي موافقه وفرحانه وبالثلث كمان. طب وصاحبنا اياه؟ قصدك مين؟ لا مؤاخذه، الواد اللي فندي المنايل ب60 نيله ده، مغر في 60 ده يعني. لا لا سيبك من الواد لفندي ده، ما انت قلتي انها خلاص قلعته من رجلها ورميته بعيد. انا بتكلم على صاحبنا اللي عامل لي فيها 7 البرومبه وعامل راسه براسي. ايوه يا اخويا، ما انت قلتها اهو، عامل فيها 7 البرومبه وقال ايه؟ عامل راسه براسيد المعلمين وسيد الحته بحالها. بس لا مؤاخذه يا معلم، يعني سمارة بنتي كان ليها شرط صغير قد كده اهو. شرط واحد بس؟ ده شرط 2 3، هي تشرط زي ما هي عايزه وانا تحت امرها. اديك قلتها اهو 2 3. هي يعني لا مؤاخذه يعني عايزك تطلق نسوانك الثلاثه؟ بس كده غالي والطلب رخيص. انت موافق على طول كده؟ موافقش ليه؟ هي شغلانه يعني، هي اول مره اعملها، دي شغلتي. قولي لي يا معلمه، انت بكره رايحه الشغل ولا ناوي تقفلي القهوه؟ الشر بره وبعيد يا معلم، اقفل القهوه ليه يا اخويا؟ لا هروح طبعا وهفتح القهوه كمان. بالراحه عليا يا مالا معلمه، اصلهم بيقولوا ان البلد كلها بكره عامله اضراب. وانا مالي يا اخويا باللي هيضرب واللي هيتضرب؟ ما هو برضو كده من يومين عدى عليا 2 افنديه وقالوا لي نفس الكلام اللي انت بتقوله ده. قال ايه؟ دستور وما دستورش. قلت لهم دستوري يا سيادي. انا نفسي بقى اعرف ايه اللي انت عملته ده؟ مش لاقي ابدا اللي احنا اتفقنا عليه. ماما انا حاولت كتير اخدع نفسي لكن ما قدرتش. يا ابني يا حبيبي، انت حاطط لهم موقف صعب جدا وخصوصا ابوك. ماما انا لو استمريت مع نورهان موقف هيبقى صعب. وعموما انا اسف قوي اني سببت لكم كل المشاكل دي. اسمعي يا سمارة يا بنتي الكلام اللي هقوله لك ده وحطي حلقة في ودانك. النهارده والزمن اللي احنا فيه ده زمن الماني، القرش، يعني زمن الفلوس. انت بس اختاري اي واحد فيهم، اي واحد فيهم، ودقن اهي وتقول امي قالت، وبدل ما تلعبي بالملالين هتلعبي بالجنيهات الدهب. لعب لعب يا سمارة. يا بابور قولي رايح على فين؟ يا بابور قولي، يا صلاح قولي رايحين على فين؟